I'm going to get it.
God, vegan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله وأولاده المظلومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياءهم من أموات طافي اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء الله
فضل في احسانها واحشره مع النبي وأئمة الطاهرين المعصومين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم إني أسألك بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة الزهراء وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن عليه السلام وأنت المحسن وبحق الحسين عليه السلام وانت قديم الاحسان. پروردگار عالم واسطہ اپنی عزت و جلال دا محمد اور محمد دی پاک اللہ واسطہ میرے مولا مرحوما دے تمام جتنے بھی گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ نے فتو فیل محمد و اہل بیت محمد انہوں نے معاف فرما اور جنت علیین دے وچ جگہ عنایت فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ کل شریف پڑھ کے مرحوما دے ارواح نو ایصال ثواب کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمات واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم أنت الأول اللهم أنت الأول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا أمير المؤمنين عليه السلام يا أمير المؤمنين عليه السلام اپنی عزت و عظمت دا واسطہ اپنی آل اولاد معصومین دا واسطہ میرے مولا مرحومین دی مرحوما دی مغفرت فرما. میرے مولا واسطہ عزت و جلال دا محمد اور محمد دی پاک اللہ واسطہ میرے مولا مرحوما دی قبر نو کشادہ
اور منور فرما جواری آئمہ معصومین علیہ السلام دے وچ جگہ عنایت فرما نجاہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین انکا علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ حق جدید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد بالکل چھوٹا بچہ ڈیڑھ مہینے دی اگر بہت چھوٹی ہے تو پھر جنازے دی ضرورت نہیں صرف دعا مغفرت کر لی دی برل اسی جنازہ پڑھ چھو جنازہ پڑھ دیں گے مولانا صاحب نے دسیا پائیں تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا حاضر میت دے واسطے ادا کرنا ساتھ ایک نماز ذکر بسن اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا چلو چل کے میں آیا جی بس میں بھی چل کے لنگر شنگر کرو نا تھی سویرے کا کون کیا تھی ਆਇਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿ
I'm going to go to the hospital.